مشاركه معاك ويشوفوا مدى انطباق الشروط عليها واجراءات الاجراءات الاجتماعيه سواء استئناف سواء تخصص استئناف عشان نصل ان هو ده متوقع عليه الجميع او كده واربعه عشان في مراحل اخرى وتخفيف السياره ونصل فيها ان كل هذه الامور كلها بتكون ماشيه في وقت متناسق مع بعض بحيث ان العميل يحس فعلا ان هو تم تدريب الاتصالات العربيه وتم احتكاك العربيه الجديده له. وطبعا بتتم الاجراءات سواء بعد كده تقديسها سواء الاجراءات اللي هي المفروض ان هي تتعمل كل اللي انا بتكلم عليه ده بتمشي قبل ما تحصل ده تنسيق كامل بين جميع الاشتراك المشاركه معانا والمدراء. فانا لو سالتوا لي انا بوجه الشكر طبعا على وزير البترول بوجه الشكر على وزير الماليه والفريق العام كله في وزاره الماليه وصندوق تحليل المركبات شركه دي فاينانس السيد المحافظين كل شخصه وزير التنميه المحليه وزير الداخليه وطبعا بالاضافه لمعالي المحافظ محافظ البنك المركزي والسيده رؤساء البنوك والبنوك كلها اللي بتشتغل في البنوك على هذا وهو اصحاب المصانع والشركات المنتجه للعربيات. واللي كان لديهم حرص كامل على ان احنا ننتج عربيه او نجمع عربيه محليه الصنع. احنا تواصلنا مع 9 شركات قدروا ان هم يوفروا لنا 12 طراز من السيارات لساده الجمهور مع اختلاف بيئتها، يعني الطرازات اللي تم توفيرها فيها كثير من الامكانيات اللي تتوافق مع اللي تتناسب مع اي حد بيقدم زميلات العربيه. وكل ده بهدف ان هو يلبوا جميع الطلبات. اللي فوق ده كمان ان هي كانت اسعار تنافسيه واسعار اقل من الاسعار اللي هي كانت المبادره الرئاسيه. على الجانب الاخر احنا حرصنا كوكب صناعه او ان احنا خدناها فرصه ان احنا نتكلم مع وكلاء الشركات العالميه في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، ان احنا نعمل على نهج التكنولوجيا وتصنيع السيارات المتطلقه الكبيره والتي تعمل للغاز الطبيعي لمصر. على الجانب الاخر احنا حريصين تمام الحرص على ان المبادره دي تكون سبيل لينا في توطين وزياده صناعه السيارات في مصر. مش عايز اطيل على حضراتكم، شرفت بوجودي معاكم.